الكساب ديال هنا في العرجات في نواحي سلا، كيدير داكشي ديال الماشيه ديال الحولي والخروفه والضروبه ديال العيد. كاين الحولي موجود ولكن الثمن كاين، الثمن كاين، والناس شويه اليوم مقهوره في السوق، شويه جا الغلا بزاف، كاين الغلا بزاف اليوم، زايده على العام الاول 15000 حتى من 10000 حتى 15000 زايده في البهيمه. ولكن كاين اللي هو باغي يعيد درويش، راه كاين الخروف ديال درويش كاين، والغليظ ما كاينش، باش نكونوا بالوضوح، الغليظ ما كاينش، قليل الغليظ، والرقيق راه كاين ديال درويش، اللي باغي يعيد ديال درويش راه كاين صراحه، كاين من 1000 درهم طلع حتى 2000 بغيتي، وزعما الكسيبه راه مزيانه صراحه، الخير راه موجود، والله الا الخير موجود على الناس اللي باقا شاده شويه الثمن وصافي، باغا الناس تسنى الناس السوق يقولوا يطلعوا هادي، هما هو كاين كاين الخير عام الناس اللي ما تخافش. السبب ديال الغلا كان شويه الجفاف واعر بزاف، وديجا ماتت فيه الغنمي بزاف، هذيك الغنمي ديال ولاد النعجه باش طلع هذا الخروف، مات ولد النعجه بزاف، مات بزاف في هذاك ديال الجفاف، مات بزاف، الناس تقهرات بالعلف. كاين البالا كتعمل لك كانت ديك الساعه 40 درهم 45 درهم، الضراب 110 120، الشعير 4 دراهم، باش كون غادي يوكل ما يقدش يوكل، وانا ما قادش يوكل، التبني هو تيعاون غالي بزاف. انا كسابه ديال الغنم، وهذه عندي هوايه ديالي عجبتني وبغيت نبدا نديرها، ودرت هذه تقريبا واحد 8 سنين وانا تندير هذا الشيء الغنم، والكليان ديالي كل عام كيتزادوا، حيت انا كنعطي علف مزيان، كنعطي الشعير، الذرة، الخرطال، بعد نوبات كنعطيهم حتى التورتو والفول، والناس اللي كيديو عندي كل عام كيعاودوا يجيو يعاودوا يديو. وهاد العام شي شويه كان العلف غالي غالي، وحتى الكسيبه في الاول حنا شريناها من شهر 8 وحنا كنعلفوها طلعت شويه غالي، وكان حتى التبن حتى هو الوقت ديالو ثاني ما كانش، دابا مازال راه الثمن مزيان مرفوق، وهادي واللي بغى شي حاجه مزيانه راه كياخذها، واللي بغى شي حاجه صغيره كياخذها، اللي بغى الكبير كياخذو، وهنايا راه كاين المليح، واللي بغى شي حاجه راه كيديها، وصافي هادشي اللي غنقول. معلوم في الاسواق كاينين الشناقه راه كيجيو يقول لك بيعي لينا، وكيديو حتى ياخذوا فيه، كيزيدوا فيه 200 درهم 300 درهم 400 درهم كيزيدوا في الخروف هذه، وتا هما كيبغيو ياكلوا مساكل الخبز، راه تا هما عندهم غير هذا الموسم ما كياخذوش العام كله، فهاد الموسم تا هما كيترزقوا الله وعندهم وليداتهم، وهذه الله يحسن العوال الجميع. وكتبدا من 1700 1800 صغيورين، وكاينين راه كيوصلوا حتى 6000 درهم، شي وحدي راه وصلوا عندي حتى 6000 درهم كبار. انا كنصح الناس يمشيو للكوريات ويشوفوا باش يعرفوا الناس ويعرفوا شنو كيشريو، اما بالنسبه للسوق كيكونوا كيف ما قلتي الشناقه، كياخذوا من هنا كياخذوا المريض كياخذوا هذه كياخذوا هذه، حنا زائدا هادو راه كنداويهم، كتجي لونسا تشوفهم، راه الديغنيغ موجات وشافتهم، كدير لي بريليفمون على العلف على الماء، اللي شفتوا فيه شي حاجه كنعيط لهم كيعاودوا يشوفوا كيديروا لي بريليفمون تيقولوا لي مزيانين. دائما سما هاد المشكل عندي، ما عنديش انا مشكل ديال هاد الشيء، والحمد لله حنا اللي جهدنا كنديروا الكمال على الله سبحانه وتعالى، الا كانت شي حاجه ولا شي حاجه راه من عند الله الغالب ماشي منا، حنا جهدنا راه كنديروه، لا من الدواء ولا من كل شيء راه كنديروه، النظافه ولا كل شيء راه كتكون عندنا حنايا مسؤولين عليها. شي شوف صحه الحولي كيبدا يقلب واش فيه الشحمه واش ما فيهش، كاين اللي كيقول لك دابا اكثريه الناس كيقول لك بغينا الحولي ما فيهش الشحمه، وكاين اللي كيقول لك لا بغيت فيه ليدام، كل واحد والذوق ديالو، ماشي كلشي كيف كيف، كاين اللي كياخذ الكبير، كاين اللي كياخذ الصغير، كاين اللي ياخذ مويان، كل واحد والجهد ديالو على حساب جيبو. العيد العام اللي داز ديال كورونا كان الحولي رخيص، بعناه حنا بثمن مناسب، ولكن هذا العام كان شي شويه طالع، ماشي غير حنا السوق ولا كلشي عنده طالع.